من قلب جامعتنا الوطنية، كلية طب محلية الأولى من نوعها، 59 من العقول الشابة اللامعة من قطر وأنحاء العالم. جيل جديد من أطباء المستقبل، بناء مستقبل طبي للأمة. مرحباً برواد تعليمنا الطبي الوطني. تسعى دولة قطر إلى تعزيز وبناء قطاع صحي على مستوى عالمي، ونتمنى وإن شاء الله احنا متأكدين أن كلية الطب بجامعة قطر سوف ترفد سوق العمل وسوف تساهم من أجل الوصول إلى هذه الغاية إن شاء الله. حان الوقت للقاء الأساتذة، الزملاء، زملاء الفصل، عائلتنا الجديدة للسنوات الست المقبلة. We have done our very best to make a good education for all of you. Our goal is to make the best education in the world. لأول مرة نسير داخل أروقة المستشفى مرتدين معاطفنا البيضاء. تم تقديمنا إلى المختصين الذين رحبوا بنا في المجتمع الطبي. تحدي كبير، مسؤولية كبيرة. كان هالأسبوع أسبوع شاق، بدينا احنا رحلتنا خلال 3 أيام، بدينا في مستشفى حمد، وبعدين رحنا المركز الصحي للخليج الغربي، وآخر شيء اليوم كان عندنا السي بي آر الإكسرسايز مع عدة الدكاترة. كان يوم شاق وممتع، لكن في النهاية استفدنا. احنا عملنا بجهد جبار عشان ان احنا نوفر لهم احسن الامكانيات واحسن التدريس واحسن اعضاء هذا التدريس، وتوفير بيئه مناسبه على اساس ان الطالب يحصل على افضل تعليم داخل الدوله. انا شاركت في برنامج اسبوع واحد في مستشفى حمد للنساء والاطفال. كانت أحلى تجربة في حياتي الصراحة. أول ما دخلت غرفة العمليات كنت يعني ما أقدر يعني ريم يعني كانت تشاركني الشيء، فهي بتعرف كثر كنا احنا متشوقين، يعني مو مصدقين ان احنا اللي قدامنا يعني صدق قاعد يصير. An amazing experience to get to scrub in and go into the operation theater and see how, you know, the doctors work as a team. I have the privilege of being taught by one of my mother's professors, Dr. Hussam Hamdi, and he taught her pediatrics, and she has lots of stories. He's teaching the second generation, and I would hope that he teaches my kids as well. يعني أنا محمد من 12 سنة ربع، فإن شاء الله نفتحنا العيادة. طبعاً عيادنا لازم يكون مع بعض. يمشون في الطريق مثل الطريق اللي احنا مشينا فيه، يعني ان شاء الله باذن الله. وسنبذل قصارى جهدنا كي يفخر بنا أهلنا ووطننا.